معلش انا اصلي اتضايقت النهارده شويه في الشغل، اعصابي تعبانه شويه. عايز اذنكم. حازم، في حاجه مستعجله يا امي؟ عايزه اسالك سؤال بس خايفه تتنرفز وتزعل. احنا هنرجع تاني الموضوع ده. هي سجنوها فين؟ ما جاتش عندك يعني؟ خساره. ما هي لو كانت محبوسه عندك كانت اكيد هتصعب عليك، وكان يمكن تلاقي عندك شويه رحمه. ده انت ابني وانا عارفاك، لكن بقى مادام ودوها سجن تاني يبقى هدعي لها واقول ربنا يحنن عليها قلب المأمور. زنزانة ستة، عارفة يعني ايه؟ حاجة من الاتنين، لا يريحك لا يديكي تقبيضة. فوتي قدامي. خلي تعالي هنا. تمام يا سعادة المأمور. ايه دي؟ الإيراد الجديد. لا دي حلوة، حلوة قوي. تشكر انت انصراف، الحساب يجمع. عينيا. هي حلوة بشكل، حلوة قوي. ايه؟ سوابق ولا مستجدة؟ لا لا لا، على الأرض. هي دي تيجي. السرير أحلى يا حبيبتي. مزاجك إيه؟ تنامي تحت ولا فوق؟ ما ترد يا مارة. اللي بكلمك دي المعلمة صبحية. صبحية لون. أنتِ صبحية لون؟ تمام يا باشا. نقلتيها نمرة ستة؟ أيوة يا باشا. بقالها قد إيه؟ ساعة كده؟ ما يجيش يا باشا. طيب كويس. تعالي معايا. فضلة خيرك يا تاج راسي. بقلاوة بالقشطة يا قشطة. الله، ما تكسفيش ايد خدامتك بقى. خدي يا روح قلبي كل اسم الله عليكي. ده جوز المعلم نجف الله يرحمه في حال المبتدأ كان صاب من صبيان جوزك الله يرحمه درويش بيه الكبير. ومن دلوقتي انت معلمتي وانا صبيتك. كل يا روح قلبي كل المأمور. ايه الهنا ده كله؟ دي حفلة استقبال دي ولا ايه؟ لا دي زيارة قانوني ودخلالي في السليم يا باشا. واضح انكم طلعتوا معرفة قديمة. لا انا معرفهاش، انا اول مرة اشوفها. انا حطيتك هنا مخصوص، واديني اتأكدت ان السجن فعلا ما فيهوش مظاليم. من بكرة تنزل الشغل. حاضر يا باشا. جالتك من عليا، مكنكة، هو انا عملت كده برضه؟ النبي احنا هنا قوي.
حضرتك بتعملي ايه؟ تمام. امورك بتذاكري ايه؟ ميس جيومتري. جيومتري؟ انت عارفه بقى ان انا دخلت كليه البوليس مخصوص عشان كنت ضعيف جدا في الحساب بتاعك ده. قولي لي جيتي مع مين؟ مع مروه. مع مروه؟ انت عارفه ان انا كنت طول عمري بطلع كل الابهات بتقول كده. كنت بطلع الاول بس بالمقلوب. انا بقى بطلع الاولى بالعدل. ما انا عارف تطلع الاولى بالعدل، بس انا عايز اعرف طالعه لمين. ماما. طبعا لماما مش فوق الكليه. يلا خدي بالك من نفسك. كملي مذاكرة بلاش شقاوة. صباح الخير. صباح الفل. تعالي هنا. تعالي يا مجنونة. هو يا شيخة؟ ازاي؟ انت اسمك ايه؟ رزق محمد عبد موجود. انت منين يا رزق؟ من طنطا مركز الصنطة. يعني اسمك ايه اللي بتعمليه ده؟ ايه؟ راجل على الاقل يبقى لنا واسطة جوه السجن. طب سيبك منه وتعالي. ازيك يا حلاوة؟ ايه يا مدام ما بترديش علينا ليه؟ ايه ده؟ واخده في نفسها قلم ولا ايه؟ يا جماعه ما تظلموهاش، سيبوا كل واحد في حاله، دي من ساعه ما جت وهي في التوهان. انت مخصوص وجايب لك فطير مشالتي وشويه حاجات كده. فطير؟ ايه فطير. طب ما تفضل معانا. لا متشكر.